شنو حاول درس حنانة حاول جوردوي جوردوي نوفو لي تاع جوردوي برا انا اليوم مرحبا بك كيف مرحبا بخو صباح شنو الجو الحمد لله والله صباح هكا تشوف عايشين والحمد لله توا احنا صحابك نعرفوك اما الناس ما تعرفكش لا ما تعرفنيش خويا سي لو مومون واحد يقدم روحه ما ندريش علي شي واحد معناها طيب باش تقدم روحك بان ماريك باغ اكزومبل بان صوت باش تقدم روحك والله يا صديقي نعمل ايميتاسيون بريسك مش برشا برشا ومش الكل مي بون عندي شويه قيمه شوالي مثلا شوالي نعطيك الشوالي بون يعلق على ماتش يا عزيزي وحبي الكرة المستديرة انتم اليوم في لقاء المتعة والإثارة انتم اليوم ما ثماش في الماتش هذا باي باي ما ثماش سامحني نتعدى وسامحني نمر مش ممكن على هذا اليوم كريستيانو موجود ميسي يقول وانا زادة موجود انيستا يقول وانا حاضر نيمار يقول وانا غني عن التعريف انا الذي حبني الناس ولا زالوا يحبوني وسأثبت ذلك في البرسا مش ممكن يا نيمار مش ممكن ما عليناش بهذا نمر ولا أجواء المباراة هذه فرصة يمشي ميسي ميسي لانيستا انيستا شافي شافي الله عليك يمشي للفيس ضيع الفيس هرب الفيس ميسي 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 مش ممكن يا ميسي وروف خليف يسلم عليك روف خليف صحيب هذاك هو عنده كعبات طيارة هذوك طب تسمع روف خليف كان تام زي يعني حبيب الملايين عشاق الملايين هذه كرة ولا أحلى ولا أمتع تمشي الكرة بنزيما بنزيما لكريستيانو أوه لوزع أوه لا 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 طب شنو عملوا فاز بليدة برش جال أخير المعلق السعودي شو اسمه هذا والله كصدقني ربي فارس عوض هيك فارس عوض يعلق على السياسيين في تونس في ماتش يعني الحقيقة يعني شف 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 يعني اليوم يومك يا راشد الغنوشي ويا حكومة يعني ما بدك تخسر يعني أمام المعارضة يعني شو بتقول لي يعني حم الهمامي أو الاتحاد أو الجبهة أو ما في مشكلة ما في مشكلة صديقي هاوك شوي شوي نعطيك وجو الجزوز وسياسيين شكون مثلا سياسيين والله انا كحامل همامي انا ضد انك تصور وتعمل التصوير وتعمل فيديو فهمتني وعلاش ديما ضد انا ديما ضد اني ديما ضد ونبقى ديما ضده حتى كي نشد الحكم انا ضد اني انا نشد الحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسبسي شنو رايك فيه سبسي 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 والله صاحبي هذاك قريت ثانويه تبارك الله تشوف في عمره هو تعد تغلط الحصير عندك مع غرابه شنو غرابه حبيب قلبي هذاك اوه جميله منك غراب غرغر هاي شنو اخر حبيبي وانت شنو تقلد يا ودي اسمعني احضروا بالوت على بعضها الناس كل نجيبوها هذيلا بعدين صحيح تو بو الفهم اشكون بو الفهم هاي حبيبي هذاك بو الفهم وببوش باه واش يا خالي وينك لاباس عليك هون انما بحيث اللوط ولظى ساعة الفوق و 24 ساعة لوط هاي كانش ما لميت هاي بدل علينا كهو ايش تحبوا فهم تقلدوا فم عشاء كهو كما فمش عشاء طروا خايش نقول لك يا دي قلتك كرك نقول لك شيء ما جانيش النوم يا ايش تحبوا شنو اخر اسمعت شوف انا سيدي خويا اذا كان انت باش تقول انا نقول لك ثلاث اشياء فهمتني انا بنا علي انا معاه روقت لي رب وكل شيء اما ما عجبتنيش طريقه اللعب لو كان لعب ليله مصريات على الجناح وعماد القدام لانه كي تبدا موزع يشمها عماد والفهم يفهم وشكون اخر عندك في شو اسمه في السياسيين سياسيين ما عنديش معاهم برشا عمل همامي انا ضد سافا هذاك سعيد عندي الحفصي طلع هي الحفصي هي الحفصي نعطيك الحفصي كيفاش يحكي هي هي عادي من بعد هي انت بار اكزومبل تو كوم امبروفيزاسيون على الشاب باش كومش يستدعي زوز هكا تختار ترو بيرسوناج تقلدهم زوز على الشاب باش كومش يستدعي بلاي على الشاب وانا انت مدام في لحظة ما كنت تظن انك انت باش توصل وترتقي بمشاعرك ومواهبك ويكون ذلك من خلال هذا البرنامج
مش تحب ياخر هذي على الشاب هذا على الشاب معاكم هي على المباشرة مش كون ياخر أنا الحمد لله يا ربي أعطينا كلمة للشعب التونسي بصوت راشد الغنوشي يا راشد الغنوشي أخويا لا إله إلا الله أنا أتوجه برسالة إلى الشعب التونسي أقول له عمت مساء وعمت صباحا والنهضة ستواصل النضال إلى أن تقوم الساعة وأنتم لنا ونحن منكم وإليكم نحن غير مسؤولين عن الذي حصل في الشام هذا مؤسف جدا لا يمكن اعتباره نهضة ولا اعتباره إسلامي وهذه الحشود التي أمامكم كما تعلمون يعني تذكرنا في فتح مكة على يد رسول الله هاي شوي ياخذ قوي جبريل كان بحديك زغدوري معكم من جديد يعني هذا هو يعني مباشرة من البوندسليغا لقاء القمة لقاء واع هذا حسني في كلمتين فوزي بن زرت يعني شنو تقولي فوزي بن زرت معناها لا تلقى القطر قطر فوزي هز تليفون قص 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 ما بشلا